السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد محاضرة الرينال سيستم اسيسمنت بريزنتد باي دكتور همت مصطفى حسن اسيستنت بروفيسور اوف اوبستاتريك اند وومنز هيلث نيرسينج فاكولتي اوف نيرسينج بنها يونيفرستي. الرينال سيستم او اليوريناري سيستم بيتكون اولا من الكيدني اللي هي الكليه او الكليتين، اليوريتار الحالب، البلادر المثانه البوليه، اليوريسترا قناه مجرى البول. عشان اقدر اعمل كومبريهنسيف نيرسينج اسيسمنت للرينال او اليورينري سيستم لازم اعرف الاول الامبورتنس والفانكشن اوف رينال سيستم، وظيفه كل عضو فيه. عشان كده دلوقتي هناخد الكويك ريفيو عن الرينال سيستم، مقدمه سريعه كده عن وظيفه كل عضو عشان اقدر اعرف ايه ازاي هعمل اسيسمنت تكنيك ليه. الفانكشن اوف رينال سيستم او اليورينري سيستم زي ما قلنا ان الرينال سيستم بيتكون من الكيدني واليوريتار والبلادر واليوريسترا. طيب طبعا اهم عضو في اليورينري سيستم هو الكيدني اللي هي الكليتين، ودي بمثابه الفلتر، بتعمل فلتره للدم من جميع الشوائب الموجوده فيه وبتخرجها لي على صوره يورين اللي هو صوره البول. بيحمل فيه ايه بقى؟ الوست برودكت والاكسيز ووتر اللي موجودين الزياده عن الجسم، وبيبدا يروح من خلال من الكيدني لليوريتر اللي هي الحالبين، ودي بتكون عباره عن قناه عضليه، قناتين عضليتين بتمتد من الكليتين الى المثانه من الكيدني للبلادر. وبعد كده البول او اليورين بيتجمع في البلادر ويتجمع لحد ما يوصل لكميه معينه، وبعد كده البلادر بيحصل لها كونتراكشن وبتعمل بوشنج اوت لليورين ده من خلال اليوريسترا اللي هي قناه مجرى البول. زي اي سيستم باجي اعمل له اسيسمنت بيكون عندي نوعين من الداتا، تو تايب اوف داتا، ببدا اجمعهم علشان اعمل كومبليت اسيسمنت لليورينري سيستم او لاي سيستم. ايه النوعين من المختلفين من الداتا؟ عندي السبجكتيف والاوبجكتيف داتا. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ السبجكتيف داتا ديت لازم اخدها من البيشنت نفسه، يعني اساله وهو يرد عليا. اما الاوبجكتيف داتا دي ممكن اجمعها من خلال الشيب بتاعه المريض، التذكره، من خلال ان انا اعمل له فيزيكال اكزامينيشن. والنوعين دول مهمين جدا عشان اعمل كومبليت بيكتشر عن الجهاز نفسه، ازاي هو شغال، تمام ولا مش تمام. طيب في كل الحالات بتاعه اليورينري سيستم لو لازم تظهر عندي اعراض وعلامات؟ لا مش لازم، مش مهم. يعني لو الاعراض والعلامات اختفت ده بيدل على ان الجهاز نورمال؟ لا مش لازم، لاني في بعض الاحيان اليورينري سيستم ما بتظهرش عليه اعراض ولا علامات، بتكون بسيطه يعني في معظم الاحيان. طيب لما اجي اعمل السبجكتيف اسيسمنت ايه الاسئله اللي انا بسالها لمريض الرينال او اليورينري سيستم عشان اقدر اعرف هو عنده حاجه ابنورمال او اي مشاكل ولا ايه؟ الاول بساله عن البين، الالم مكانه فين، بيحصل له راديشن في انهي حته، بيحصل له انتشار، بيحس بيه بقد ايه شدته. طيب هل في يورينري انكونتيننس، في فريكوانسي زياده في عدد مرات التبول، في حرقان، في احتباس بولي؟ طيب هل البين ده مؤشر اساسي ان فيه كورونيك رينال ديسيز؟ لا مش شرط، بس هو ممكن يكون دليل عندي ان فيه اوبستراكشن، انسداد او في انفكشن. برضو ممكن يكون عندي الفريكوانسي والارجنسي والانكونتيننس او الريتينشن، دي ممكن تكون علامات من اعراض من علامات اليورينري تراكت انفكشن، او ان فيه التهابات في الايه في البروستيت مثلا عند الميل. طيب لما باجي برضو اعمل اسيسمنت لازم اشوف الفاميلي هيستوري. طب الفاميلي هيستوري عندي ممكن ياثر في الرينال ديسيز؟ ايوه تمام، ممكن يكون في كورونيك ريليتد كورونيك ديسيز عند احد افراد الاسره زي الدايابيتس اللي هو مرض البول السكري، او ارتفاع في ضغط الدم الهايبرتنشن، دي ممكن يبقى المريض ده ريسكي ان يحصل له رينال ديسيز. طيب والدراج هيستوري لتأثير؟ ايوه ممكن يكون البيشنت ده اديكت للكحول او التوباكو، وده بيبقى هايلي ريسكي ان هو يحصل له رينال ديسيز. زي ما قلنا قبل كده ان الاوبجكتيف اسيسمنت ده باخده من الريبورت، او ان انا بعمل كومبليت فيزيكال اكزامينيشن للبيشنت من الهيد تو تويز. الاسيسمنت تكنيك اوف رينال او يورولوجيكال سيستم، ازاي اعمل اسيسمنت تكنيك؟ عندي ثلاث نقاط مهمين جدا اللي هي الهيستوري
وعندي الاسيسمنت اوف كيدني واليوريتال والبلادر واليوريثرا، يعني كل عضو لوحده بعمل له اسيسمنت، وبعد كده بعمل اللي هي الدايجنوستيك اسيسمنت او التحاليل والفحوصات الطبيه. الهيستوري عندي برضو فيه ثلاث نقاط مهمه جدا، اللي هي الديموغرافيك داتا والبيرسونال اند الفاميلي هيستوري، وفي الكارنت هيلث بروبلم هيستوري، والايه والاجتماعيه للمريض. من ضمنها وبتشمل عندي اللي هو الايج والجندر والاثنيسيتي، اللي هو السن والنوع والديانه. طب هل السن ده مؤشر عندي ان المريض ممكن يكون عرضه لامراض الجهاز البولي او الكيدني ديسيز؟ تمام، لان كل ما بيتقدم السن بالانسان بيكون عرضه اكتر لحدوث الامراض. فمثلا لما الاقي ارتفاع في ضغط الدم مفاجئ لمريض اكتر من 50 سنه، لا ده ممكن يشير لي ان هو المريض ده ممكن يكون كيدني ديسيز. طيب الاناتوميك جندر ديفرنسز اللي هي الاختلاف في التركيب التشريحي للنوع مثلا، فمثلا عندي ان الميل اللي هو الرجال بيكونوا اقل عرضه لحدوث اليورينري تراكت انفكشن اللي هي التهاب في القناه البوليه اكتر من الفيميل. ليه؟ لان انا عندي الفيميل بيكون فيه شورت في اليوريثرا، القناه مجرى البول قصيره جدا، فبالتالي بتكون الفيميل اكتر عرضه ان هم يحصل لهم سيستايتس اللي هي الانفكشن في البلادر، بلادر انفكشن التهاب في المثانه، لان البكتيريا بتبقى ايزلي ان هي تعمل يعني تروح بسرعه للبلادر، فبتكون عرضه ان يحصل لها يورينري تراكت انفكشن زي البلادر انفكشن. يبقى انا كده عرفت من خلال الديموغرافيك داتا اللي هي الايدج والجندر ان دول بيكونوا مؤشر مهم جدا ان المريض يكون عرضة لامراض الرينال او الكيدني ديسيز. تاني نقطة في الهيستوري ان انا باخد البيرسونال اند الفاميلي هيستوري اللي هو التاريخ الاسري او العائلي والتاريخ الشخصي للمريض. زي ما قلنا ان التاريخ الاسري ده مهم جدا، لان في بعض الامراض بتكون وراثية بتنتقل بالوراثة. تاني نقطة ان قلنا بعض الكرونيك ديسيز زي الديابيتس اللي هي البول السكري او مرض السكر زي هو ما هو متعارف، والهايبرتنشن ارتفاع ضغط الدم، دول بيكونوا سبب او يعني انديكيتور في حدوث الرينال ديسيز. يبقى انا عندي الفاميلي هيستوري مهم جدا ان انا اخده من مريض الرينال ديسيز، لان انا عايزة اعرف هل المرض ده عنده بالوراثة او كان عنده حد في الاسرة عنده كرونيك ديسيز، عنده سكر، عنده ضغط، هو ده اللي زود الريسك للبيشنت ان هو يحصل له رينال ديسيز ولا لا. طيب في انفورميشن تانية برضو ببدأ اجمعها من اللي هي البيرسونال هيستوري، اللي هي الكيميكال والانفيرومنتال توكسين اكسبوجر ان اوكيوبيشنال اور اذر سيتنج. هل المريض ده شغال في مكان او بيئة بتعرضه للتوكسين؟ ما هو ده برضو ممكن يأثر على الكلى او على اليورينري سيستم ويزود له حدوث الايه الامراض الكلى. طب هل المريض بيسافر لأماكن بيكون فيها انفكشن؟ طب هل المريض ده اتعرض لتروما او فيزيكال انجري، جروح مثلا عمل اصابة في الكلية، اصابة في البلادر، كل ده عمل له رينال او كيدني او يورينري سيستم ديسيس؟ اللي بيمكن يكون عنده مشاكل اصلا في اليورينري اليمينيشن، عنده مشاكل في الجهاز البولي من فترة، فده الهيستوري دي بيساعدني ان انا ابدأ اشخص حالة المريض تمام كويس. يعني اخر حاجه في الهيستوري اللي هي الكارنت هيلث بروبلم، ببدا اسال عن المشكله الحاليه، الاعراض اللي المريض بيشتكي منها، الاعراض والعلامات اللي بتبدا تظهر عليه. هل هو عنده يورينري انكونتيننس او ريتينشن، عنده صعوبه في التحكم في عمليه التبول، او العكس عنده احتباس بولي؟ هل عنده فلانك ريجن بين، عنده الم في منطقه الكليه باستمرار ومدى انتشار الالم ده وحدته ايه، عنده يوريميا ارتفاع في معدل اليوريميا في الدم، هل بيشعر بفتيج تعب وارهاق، هل عنده ايتشنج دايما، عنده حساسيه وهرش، عنده سيمتوم اوف ديهايدريشن اللي هو عنده اعراض الجفاف. ده طبعا بيكون مؤشر ان في حاجه ومشكله في الكلى، ان المريض يبدا يظهر عليه جفاف وتبدا تقل السوائل، فده بيأثر على وظيفه الجهاز البولي. بعد كده ببدأ اعمل اسيسمنت لكل عضو من اعضاء الجهاز البولي اللي هو اليورينري او الرينال سيستم، بعمل كومبليت فيزيكال اسيسمنت. وزي ما انا عارفه الاسيسمنت الفيزيكال اكزامينيشن او الاسيسمنت بعمله من خلال نقاط معينه اللي هي الانسبكشن، البالبيشن، الاسكالتيشن والبركشن. فاول حاجه عندي هبدا استخدم الانسبكشن، يعني بستخدم حاسه الرؤيه او البصر في ان انا اعمل اسيسمنت. بتبدا الممرضه النيرس بتحط البيشنت في وضع الصبين او السيتنج، بتقعده في وضع الجلوس او ان هو يبقى نايم على ظهره، وتبدا تلاحظ تعمل اوبزرفيشن لمنطقه الابدومين، منطقه الفلانك ريجن اللي هي منطقه الكلى بس من عند الظهر كده، وتبدا تشوف في سيمتري ولا لا، في تناسق، في ورم، في سويلنج، ولا في ديسكالريشن تغير في اي لون من الجلد بيكون في
تايدنس ولا بريوزنج في منطقه، بالذات في منطقه الفلانك ريجن، خاصه عند منطقه حاجه اسمها الكوستو فيرتبرال انجل. الكوستو فيرتبرال انجل دي بتكون منطقه التقاء اللي هو الضلع ال 12 والايه والعمود الفقري. بقول الكوستو فيرتبرال انجل بتكون لوكيتد بتوين اللور بورشن اوف تويلف ريب، الضلع ال 12 اند الفيرتبرال كولم. طب دي اهميتها ايه لما بشوف فيها اي حاجه مش طبيعيه؟ بقول ان لو انا عملت ضغطت على المنطقه ديت الانجل دي الزاويه ديت والمريض حس فيها بالم، يعني الم مع الضغط، ده بيكون مؤشر ان في كيدني ستون او بيلونيفرايتس، يعني في حصوات في الكلى او التهاب في حوض الكلى. تمام، يبقى ده بالنسبه لاول حاجه اللي هي الانسبكشن. الممرضه بتنيم المريض في وضع السوباين اللي هو على ظهره او في وضع الجلوس السيتنج، وبتبدا تشوف بعينيها، بتبدا تلاحظ، بتعمل اوبسرفيشن للايه، في اي سويلنج، في تورم او في تغير في لون الجلد. خاصة أهم إيريا عندي اللي هي منطقة الكوستو فيرتبرال أنجل ديت، اللي قلنا منطقة بتقع بين اللي هي اللور بورشن أوف تويلف ريب، الضلع ال 12 والايه والفيرتبرال كولم. اي تغيير فيها بيكون مثلا لو حس المريض بتندرنس، يعني ايه تندرنس؟ يعني الم وانا بضغط عليها، يبقى بقول ان المريض ده ممكن يكون عنده كيدني ستونز او بيلو نيفرايتس. اما بقى بالنسبه للاسكالتيشن، النيرس ليسن فور بيريوت اوفر اتش رينال ارتري اون ميد كلافيكولار لاين، بتبدا النيرس تسمع صوت اللي هو البريوت ده، بيكون عباره عن يودبل سويشنج، يعني صوت خفيف على الايه الشرايين الكلويه، ده بيكون على الميد كلافيكولار لاين عند منتصف عظمه الترقوة. ده بيكون نتيجه حاجتين، بسمع الصوت ده لسببين، يا اما تغيير حصل تغيير في حجم الدم داخل الاوعيه، او ان الدايمتر نفسه قطر الاوعيه الدمويه ده اتغير، فببدا اسمع الصوت ده، وده بيكون دليل على ان في نارويد فيزلز، زي ما بيكون ايه زي في حالات الرينال ارتري استينوسيس. اخر حاجه في الاسيسمنت ان انا ببدا اعمل التحاليل والفحوصات اللي هي الدايجنوستيك اسيسمنت، وانا عندي نوعين مهمين جدا من الدايجنوستيك اسيسمنت اللي هو البلاد تيست واليورين اناليسيس. البلاد تيست اللي هي تحاليل الدم، وفيها تحليل مهم جدا اللي هو البلاد يوريا نيتروجين، ده ببدا بيقيس لي ايه البلاد يوريا نيتروجين، بيقيس لي اخراج الكلى لليوريا نيتروجين، الرينال اكسكريشن اوف يوريا اللي هي بتنتج من عمليه التمثيل الغذائي للبروتين. طيب لما بيكون في الكيدني والليفر ديسفانكشن فيهم مشاكل، بتبدا اليوريا تزيد عندي وبتعلى، بس هي مش انديكيتور قوي ان في كيدني ديسيز اكتر ما هي انديكيتور للليفر فيلير. لكن في لما بتعلى جدا عن النورمال رينج او النورمال رينج، تمام، اللي هو من 2.5 ل 7، يعني نقول كده، يعني لو وصلت اكتر من 7 ل 20، اقول ساعتها ان هي سجستيف كيدني ديسيز انديكيتور، ان في مشاكل في الكلى بعرفها من خلال زياده معدل اليوريا البلاد يوريا نيتروجين او اليوريا في الدم. النوع الثاني من التحاليل اللي هو اليورين اناليسيس اللي هو تحليل البول، وبرده زي اللي هو البروتين اللي هو زي الالبومين الزلال، اللي المفروض طبيعي ان تحليل البول ما يكونش فيه زلال، يعني من 8 ل 18 ملي جرام ده يعني نورمال، لو زاد عن كده يبقى فيه مشكله، يبقى البروتين الزلال عالي، يعني كده فيه مشاكل في الايه اليورينري سيستم. اني كويتشن؟ ثانك يو.